ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا مع بعض النهارده هنعمل الشلولو، اكله سهله وسريعه وبسيطه، اكله مصريه اصيله، اكله الست كسلانه. تابعوا معايا الفيديو علشان تشوفوا في اقل من 5 دقايق هنكون عاملين الاكله دي. تابعوا معايا الفيديو. الاكله بتاعتنا النهارده سهله جدا جدا جدا، في اقل من 5 دقايق هتكوني عامله وجبه غدا او عشاء سهله جدا وتحفه جدا. ايه هي؟ الشلولو. الشلولو عباره عن ايه؟ عباره عن دي كوبايه من الملوخيه الناشفه، سواء احنا منشفينها في البيت او جايبينها جاهزه ومكرمينها. معايا هنا معلقه من الثوم، شطه لو انتوا حابين حسب الرغبة، معايا معلقة صغيرة من الكمون، الملح برضو حسب الرغبة، وكزبرة جافة. معايا شرايح من الفلفل، ولو متوفر شرايح من الليمون او شرايح من البصل، ده هيبقى للتزيين. ومعايا هنا 3 معالق من عصير الليمون، وطبعا معانا مية ساقعة متلجة. هنجيب بولة وهنبتدي على طول ان احنا ننزل الثوم والتوابل اللي معايا، الملح والكمون والشطة والكزبرة، وعليهم كمان عصير الليمون. الموضوع سهل جدا، مش بياخد وقت خالص خالص خالص. هبتدي كمان انزل الملوخية الناشفة بتاعتي، وادي كل الكلام ده تقليبة مع بعض. الملوخية الناشفة بالطريقة دي اللي اسمها الشلولو، أكلة مصرية صعبية أصيلة بجد، جربوها، دي أكلة الست الكسلانة. لو عندكم كمان هريسة شطة، احنا كنا عملنا مع بعض قبل كده هريسة شطة، لو حابين تحطوا هريسة شطة تقدروا برضو تحطوها. قلبنا كده الملوخية الناشفة مع التوابل والليمون والثوم. هنبتدي نحط المية بتاعتنا بالتدريج، نحط حبة حبة كده ونشوف القوام اللي احنا محتاجينه. كل مرة هنحط فيها مية، هنقلب ونضغط كده كل المكونات مع بعض لغاية ما نوصل للقوام اللي احنا عايزينه. عايز اقول لكم اول ما حطيت المية على الملوخية والتوابل والثوم ريحتها فظيعة جدا. هزود كمية مية تاني وهفضل ازود زي ما قلت لكم لغايه ما اوصل للي انا عايزاه. انا مش عايزاها خفيفه قوي ولا تقيله قوي، تمام. انا هزود كميه الميه لغايه ما اوريكم القوام اللي انا عايزاه او اللي انتوا تحبوا. زي ما انتوا شايفين انا بحط الميه شويه بشويه، هو ابتدى القوام بتاعها يخف شويه. طب احنا ليه كل شويه بنحط ميه ونقعد نقلب كده؟ انا عايزاها ما تسقطش بعد ما اخلصها او بعد ما احط كميه الميه. يعني لو حطيت كميه الميه على طول كلها مره واحده وقلبت هتسقط. فانا كل ما احط شويه بشويه واقلب، المكونات بتمتزج مع بعض وبتشرب كميه السوائل اللي انا بحطها وما تسقطش معايا. برده هكمل كميه الميه حبه بحبه لغايه ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه. انا هنا خلصت كوبايه الميه الاولانيه وابتديت احط شويه من كوبايه الميه الثانيه، وزي ما قلت لكم كاننا بنربها كده علشان نعمل لها عرق زي الملوخيه الخضراء بالظبط. اهو شايفين القوام بتاعها. انا احب اخففها شويه تاني وبرده هربها كده. كده انا خلصت اهو. هبتدي ان انا اقلبها كده لمده دقيقتين وارجع لكم. وبكده نكون وصلنا للقوام بتاع الشلولو اللي احنا عايزينه. شايفين المطه اللي هي فيه بالظبط زي الملوخيه الخضراء، ريحتها حلوه جدا، ما خدتش مننا 5 دقايق. نبتدي بقى لو احنا عندنا شرايح من الليمون او شرايح من البصل او زي ما قلت لكم شرايح من الفلفل الحامي لو انتوا حابين، تبتدوا تزينوا بيها الطبق. وبكده يكون خلص طبقنا النهارده، طبق الشلولو، أكلة سريعة وسهلة وبسيطة للست الكسلانة. جربوها بسرعة وقولوا لي رأيكم فيها. أتمنى تعجبكم. لايك وشير وسبسكرايب للقناة. مستنية تعليقاتكم، مستنية اقتراحاتكم للقناة، مستنية تشجيعكم كتير كتير بلايك، لايك كتير كتير. نوني فيديو جديد. باي باي.